اهلا بيكم في حكايه عطر، معاكم عمر نبيل. النهارده هتكلم على براند من ماركه عربيات اسمها جاكور. البراند ده عطوره بتتميز بان هي ريحتها حلوه جدا، والحاجه التانيه ان هي اسعارها بسيطه. وده يمكن النهارده الاختيار اللي انا اخترته بناء على العنصرين دول. اولا هنتكلم على 9 عطور من ماركه جاكور، وهي طبعا ماركه انجليزيه معروفه. وبالاضافه لكده انا حبيت ان انا اختار التسعه دول لان انا شايف ان هم هيصلحوا جدا ان هم يتم استخدامهم في فصل الصيف، وطبعا الجو حر جدا دلوقتي، وتقدر ان انت تستخدمهم في مناسبات متعدده. انا هرتب العطور دي من 9 لـ1 من حيث جمال الرائحه من وجهه نظري الشخصيه، وحابب ان حضراتكم تشاركوني التجربه دي في حلقه النهارده. ان انتم يعني بعد ما انا ارتب العطور دي من 9 لـ1 من حيث جمال الرائحه، ترتبوا برضو العطور دي من حيث جمال الرائحه من حيث وجهه نظركم الشخصيه. حابب قبل ما نخش في الترتيب ونتكلم عن العطور دي بالتفصيل ونشرح لكم وصف الريحه اللي هتوصل لكم دي جدا، يا ريت نعمل لايك للحلقه دي، واللي ما عملش سبسكرايب للقناه يا ريت يعمل سبسكرايب. وحابب قبل اي حاجة اشكر شركة امرني لان هي الراعي الرسمي للحلقة دي، وهي اللي وفرت لنا العطور دي. انا يعني اخترت الكوليكشن ده من عندهم. وطبعا اللي ما يعرفش امرني هي شركة متخصصة في بيع العطور الاوريجينال، وليهم مقر في 6 اكتوبر، والعطور دي موجودة تستر كمان هناك. يعني انت حضرتك لو حابب تجرب اي عطر او عجبك وصف ريحة اي عطر، بتقدر انك تروح هناك تشمه وتجربه قبل ما تشتريه. وطبعا هم ليهم لينك تقدر ان انت تجيب منه العطور دي اونلاين. يلا بينا نبدأ الترتيب من 9 لـ1، هنبدأ بالمركز التاسع. يلا بينا. في المركز التاسع عطر جاكور كلاسيك كرومايت. الكرومايت ده هو معدن اسود خليط من اكسيد الكروم والحديد. هنا ده بيعكس ان دي ريحه خشنه جدا للرجل اللي بيحب التحديات، ريحه فيها كده خشونه وذكوريه قويه جدا، وهو عطر شجري. العطر ده تم انتاجه سنه 2017. تعالوا نشوف مكونات العطر ده هي ايه. الافتتاحيه بتاعت العطر ده اول ما بتيجي بترشه هي عباره عن ريحه بخور ويوسفي وتفاح اخضر، وبنلاقي في قلب العطر نوتة خشب الارز والباتشولي، وبنلاقي بقى في قاعدة العطر نوتة الامبروكسن. والامبروكسن دي بتبقى ريحة صناعية بتدي كده ريحة العنبر مع التونكا وحلوى اسمها حلوى البرالاين. دي حاجة يعني بتبقى ريحتها كده عاملة زي الشوكولاتة كده شوية، وبتدي ريحة شجري قوية. طيب الريحة اللي بتوصلك في النهاية لما بتيجي بترش العطر ده، العطر بقى ده لما بيبدأ كده كده يهدى كده وياخد وقته، انت بتشم ريحة شجري قوية جدا خشنة. عارف انت كده اكنك دخلت كده كاندي ستور وشميت ريحة حلويات وشوكولاتة قوية، يعني مدية على سنة فاكهة بسيطة جدا. فالناس اللي بتحب الروائح السكرية الشديدة واللي فيها خشونة، العطر ده هيكون اختيار مناسب ليهم. طبعا انا يمكن عشان يعني انا لا اميل الى الروائح السكريه، فانا يعني كان ترتيب العطر ده بالنسبه لي المركز التاسع. لكن انا زي ما قلت لحضراتكم كل واحد ممكن ذوقه يختلف من واحد للتاني، انا برتب على حسب ذوقي الشخصي. الاجواء بقى المناسبه للعطر كلاسيك كرومايت، الاجواء الخريف الربيع الصيف بالترتيب، ويميل الى الجو الصيفي الليلي، ويعني ويميل اكتر للسن الشبابي. في المركز الثامن عطر جاكور كلاسيك بلاك، عطر الرجل الكلاسيكي الانيق. تم اصداره عام 2009. العطر ده بيبدا بافتتاحيه من التفاح الاخضر والبرتقال المر واليوسفي، وبنلاقي في قلب العطر نوتة الشاي الأخضر ونوتة جوز الطيب والهيل، وبنلاقي في قاعدة العطر نوتة المسك والتونكا وخشب الصندل والفيتبر. العطر ده لما بتترشه ويبدأ كده إن هو يهدى وتاخد منه الريحة النهائية بتاعته، هي ريحة التفاح الأخضر ونوتة الشاي مع المسك ممزوجين بشكل حلو جدا. والعطر ده عايز اقول لكم ان هو يشبه عطر اسمه ازارو كروم ليجند جدا، انا كنت استخدمته ويمكن كنت ذكرته في حلقه قبل كده اللي هي بتاعه العطور الصيفي. لكن بصراحه انا ده بيعجبني اكتر،
لان نقطه البرتقال المر هنا ظاهره بشكل اخف شويه، وانا النقطه دي مش بتعجبني قوي. لكن هو عطر جميل جدا، وعطر كده صيفي ربيعي يصلح للسن الشبابي اللي هو مثلا من 25 وانت طالع. في المركز السابع عطر جاكوار فور من، عطر انا بعتبره كده عطر الكلاسيكيات القديمه، تقدر تقول عليه الجاد فادر بتاع العطور، لان ريحته بتفكرني كده بجو قديم كلاسيكي. العطر ده بيفكرني جدا بالعطر القديم اللي كنا يمكن كلنا استخدمناه زمان او عدى علينا، عطر وان مان شو. لكن هنا في جاكوار فور من انا بشوف ان هو يعني اشيك يعني سنه، لان يعني طبعا زي ما احنا فاكرين كان عطر وان مان شو تقيل جدا وممكن كانت ريحته بتخنق شويه، لكن توظيف الريحه بتاع جاكوار فور من متوظفه بشكل احسن. العطر بيحتوي على النوتات الخضراء والتوابل. تعالوا كده نشوف العطر ده مكوناته ايه. العطر بيبدا بافتتاحيه حمضيه قويه من البرتقال والجريف روت واللافندر والبرجموت، وبعد كده بيتدرج معاك العطر من الحمضيات لنوتات تابليه زي جوزة الطيب والقرفه والقرنفل، وهنا دي بتكون ظاهرة بشكل واضح وقوي. وبنلاقي بقى في قاعدة العطر بنلاقي مسك وعنبر، وهنا دول لما العطر كده تبدأ ترشه ويستقر ويهدى بيكونوا ظاهرين بشكل كويس جدا. والعطر ده تم انتاجه سنة 1988. العطر ده يعني يميل الى السن الكبير، يعني ابتداء من 30 وانت طالع، يعني مش هيميل لي الشباب قوي. وشايف ان هو يصلح للاجواء اللي هي الخريف والربيع. ممكن يستخدم في الصيف بالليل، لان هو عطر يمكن يعني انا بحسه تقيل شوية، او يعني في كده في مش لايت كده خفيف، لا ممكن تستخدمه في الجو مش الحر مش هيبدا معاك. وبيجي معنا في المركز السادس عطر جاكوار الكتريك سكاي. العطر ده عطر يعني للناس اللي هي بتحب الروائح المائيه الفريش. طيب خليني اقول لكم ان العطر ده يشبه جدا عطر اسمه مون بلو ليجند، للناس اللي هي عارفاه او جربته ده يشبهه جدا. العطر ده بيبدا بافتتاحيه من اوراق البنفسج والجريب فروت والفلفل الابيض، وبنلاقي بقى في قلب العطر نوتت اللافندر، وبنلاقي بقى في قاعدة العطر نوتت التونكا والعنبر والاوكموس. ويعني انا بالنسبة لي هنا اللاعب الرئيسي في العطر ده هي اوراق البنفسج، وهنلاقي في العطر ده كده لمسات اوزونية، يعني لمسات فيها ريحة المية الفريش المائية اللي هي البيور. فهو عطر انا بشوف ان هو فريش اكواتيك جدا، يصلح للاماكن الرياضيه الاماكن المفتوحه. والسن المناسب للعطر ده هو السن الشبابي، وممكن برضو يستخدمه يعني السن الاكبر شويه. وانا شايف ان عطر الكتريك سكاي يعني لو انت لسه مبتدئ في عالم العطور فده عطر هيكون مناسب جدا ليك، لان هو بسيط جدا ومش معقد، وشايف ان هو يصلح لاي سن، وطبعا يصلح لجو الصيف والربيع اكتر حاجه. في المركز الخامس عطر كلاسيك جولد. بصراحه العطر ده كده رجعني للزمن الجميل، لان هو بيفكرني بعطر كنت بحطه زمان، او يمكن اول عطر استخدمته في حياتي هو كان عطر اسمه سكلابشر. عطر هندي جدا بيميل الى الجو القديم. هو العطر ده تم اصداره عام 2012. يعني العطور دي يا جماعه بجد بتربطنا دايما كده بذكريات، وبتودينا رحلات واماكن كنا بنروحها. العطر ده بيبدا بافتتاحيه حمضيه من البرجموت والليمون والتفاح الاخضر. يعني انت لما بتيجي ترش العطر ده كده بتشم كده في البدايه كده ريحه حمضيات جميله جدا، تصور بشكل كبير. وبيجي بقى في قلب العطر نوتات زي زهر البرتقال والاخشاب، وبنلاقي في قاعده العطر الفانيليا والباتشولي والمسك. الريحة النهائية اللي بتوصلك هي ريحة حمضيات حادقة مع ريحة فانيليا خفيفة قوي. لكن أنا هنا بالنسبة لي الروائح اللي هي اللي ظاهرة هي روائح الليمون والبرجموت. وزي ما أنا قلت للناس اللي هي كانت يعني أو تتذكر العطر اللي هو كان اسمه سكلابشر، هو عطر قديم شوية، ده ريحته شبيهة بالعطر بتاع سكلابشر، لكن هنا بطريقة يعني أرقى وأحلى شوية. في المركز الرابع عطر جاكوار كلاسيك. ده تم اصداره عام 2002. انا بالنسبه لي العطر ده عطر الهدوء كده والراحه النفسيه، الروائح اللي هي السيمبل البسيطه.
للناس اللي هي ما بتحبش الروائح المعقده، الايتر بيبدا بافتتاحيه حمضيه عشبيه. الافتتاحيه دي بتتكون من اليانسون والتوت الاسود واللافندر والبرتقال واليوسفي والبرجموت والريحان، وبنلاقي في قلب الايتر نوته الزنجبيل وزهر البرتقال وزهرة اللوتس، وبنلاقي بقى في قاعدة العطر المسك وخشب الصندل والبنزون، ودول هنا بيدوا نعومة كده في العطر ده اللي هو خشب الصندل والمسك. الريحة النهائية أو التوليفة النهائية اللي بتوصلك في الآخر لما تيجي بترش العطر ده كده ريحة فريش جميلة جدا، فيها نعومة وبتحسسك كده ان انت ريلاكس كده وهادي وفي كده راحة نفسية في العطر ده. وهنلاقي ان النوتات هنا اللي ظهر بشكل كويس المسك وخشب الصندل، وانا شايف ان العطر ده يصلح لجو الصيف والربيع قوي، وكمان يصلح لجميع الأعمار. نيجي بقى للمركز الثالث، عطر جاكوار بيس اكسلريت. بيس اكسلريت بتشير الى الحيوية والنشاط، وهي حاجة جاية من السرعة. انا بشوف ان ده عطر سبور جدا، يميل الى الشاب الرياضي، للناس اللي هي بتحب ان هي تروح مثلا الاماكن الرياضيه، الشاب اللي هو عنده انرجي وباور كده عالي. العطر تم انتاجه عام 2017. العطر بيبدا بافتتاحيه من الهيل والاخشاب والحمضيات، وبنلاقي في قلب العطر نوتة الفلفل الأبيض، وهنا أنا هنا بلحظها بشكل كويس قوي، وهي هنا بتدي فريشنس للعطر ده جميل جدا وشيك قوي. وفي القاعدة بنلاقي المسك ونوتة الفيتيفر. تعالوا نشوف الريحة النهائية اللي بتوصل لنا من عطر بيس أكسلريت هي إيه. باختصار هي ريحة حمضيات فريش مع أخشاب، عطر جميل جدا في منتهى الشياكة والجمال، بينفع جدا للجو الرياضي زي ما احنا قلنا. الريحة النهائية اللي بتوصلك هي ريحة أخشاب مع حمضيات، وهي ريحة صور مش مسكرة، ريحة فريش تصلح للأماكن الرياضية والأماكن العامة. وأنا شايف إن السن المناسب للعطر ده هو سن الفئة الشبابية. في المركز الثاني عطر جاكوار إكسلنس إنتنس. العطر ده تم إصداره عام 2012. العطر يعني بالنسبه لي للناس برضو اللي بتحب الايه التوابل اللي هي السكريه، لكن هو هنا يعني مش شجري بالدرجه اللي هي، لا هو شجري متوسط. طيب العطر بيبدا بافتتاحيه من اليوسفي والهيل واليانسون. بالنسبه لي الافتتاحيه دي النوتات اللي فيها ملحوظه بشكل كويس قوي، يعني انت لما التوليفه بتكمل بتلحظ نوتة اليانسون بشكل كويس في التوليفه بتاعه العطر ده. وبنلاقي بقى في قلب العطر نوتات ملحوظة هنا بشكل خفيف، زي السي نوتس اللي هي النوتات المائية، بتدي كده احساس كده فريشنس، مع نوت الايرس بتدي كده نعومة، وزهر البنفسج ونوتة زهر البرتقال. وبنخش بقى في قاعدة العطر، فبنلاقي هنا الفانيليا موجودة بشكل كويس قوي ملحوظة جدا، مع العنبر والتونكا. لكن انا شايف ان هنا اللاعب الرئيسي في العطر ده هي هنا نوتة الفانيليا، اتمزجت مع الحمضيات والنوتات المائية فادت ريحة في منتهى الجمال. تعالوا كده نشوف الريحة النهائية اللي بتوصل لنا من عطر إكسلنس إنتنس هي ايه. يعني انا لو وصلني بشكل كبير قوي ريحة فانيليا قوية، والايرس الظاهر بشكل خفيف مع السي نوتس والنوتات الحمضية. بنلاقي بقى هنا النوتة الرئيسية او اللاعب الرئيسي اللي ظاهر في العطر ده بشكل كويس قوي هي نوتة الفانيليا، فالعطر ده هيكون مميز جدا وهيكون محبوب للناس اللي هي بتحب نوتة الفانيليا، مع السي نوتس مدياله فريشنس اللي هي النوتات المائية، مع لمسة التوابل اللي هي اليانسون هنا برضو ظاهرة بشكل خفيف. فالعطر يعتبر يعني نقدر نقول ان هو سيمي شوجري او مسكر خفيف. ونيجي بقى للمركز الاول. المركز الاول هيكون عطر جاكوار جولدن بلاك. ده عطر للناس اللي بتحب الريحة اللي هي ايه السويت سبايسز، التوابل اللي هي الشوجري. بالنسبة لي العطر ده انا اديته المركز الاول لان هو عطر شيك جدا، انا حسيت ان هو فيه شياكة، فيه وقار، وانا ده من النوتات المفضلة عندي اللي هي التوابل الشوجري المكسوره بالحمضيات. افتتاحيه العطر دي بتبدا بالبرتقال الحلو والكمون ونبات الشيح، وبنلاقي بقى في قلب العطر نوتات تابليه زي جوز الطيب، ودي هنا دخله ماديه شياكه للعطر ده
بشكل حلو جدا مع نوتة الزنجبيل وأزهار البنفسج. وبنلاقي بقى في قاعدة العطر نوتات زي حبوب التونكا، ودي كده بتدي لمسة سكرية في العطر، مع أعشاب الأرز والفيتيفر والسايبرس اللي هي أشجار السرو. ريحة لها قيرت وصلك، ريحة تبلية كده مسكرة جميلة جدا، وأنا بعتبره ده عطر شيك قوي يصلح للجو بتاع الصيف الليلي والوقت بتاع الربيع. والسن اللي أنا شايفه مناسب اللي يصلح للعطر ده يعني ممكن يكون من 25 وانت طالع لفوق، وطبعا كل واحد وشخصيته. بكده يا جماعة أكون أنا رتبت العطور دي من وجهة نظري إن من حيث جمال الرائحة، وحابب جدا اسمع راي حضراتكم في ترتيب التسع عطور دول، وقولولي ايه العطور المفضله بالنسبه لكم من جاكور في التسعه اللي احنا اخترناهم. ويعني عايز اقول حاجه اخيره، طبعا العطور دي بتتميز بان هي الثبات بتاعها جيد، يعني هي بتقعد على الجلد من حوالي من 6 ساعات وعلى الهدوم حوالي 8 ساعات. الفواحان بتاعها يعني مقبول او جيد، هي مش يعني مش مزعجة، في حاجات منها الفواحان بتاعها كويس جدا، وفي حاجات هتلاقي ان الفواحان بتاعها يعني يكاد يكون جيد وكويس قوي. اسعارها بسيطة في متناول الجميع، وده هنا يمكن كان التارجت الرئيسي ان انا عايز ان انا اتكلم على الكوليكشن ده، لان هو اسعاره بسيطه ويبقى عندك فرايتي او تعدديه ان انت تختار من العطور دي على حسب ذوقك الشخصي. وطبعا انا سايب اللينك بتاع امورني تحت للناس اللي هي حابه ان هي تشتري يعني واحد من العطور دي، او ان هي حابه ان هي تروح المقر الرئيسي تجرب العطر قبل ما تجيبه. ومعلش انا طولت عليكم النهارده، ويعني بس الحلقه دي كانت يعني تستحق ان احنا يعني نتكلم عليها وان احنا نشرح كل حاجه بالتفصيل. وبشكركم جدا، يا ريت اسمع رايكم، واستنوني الحلقه اللي جايه مع ريفيو جديد. سلام عليكم.